هكذا ردد العرب على امتداد نصف قرن أغنية لكوكب الشرق، كلمة تلخص صورة محفورة في ذهن المغاربة كالنقش الفرعوني، صورة بلد أنجب أدباء طبعت أعمالهم أجيالا من المغاربة. يصعب الحديث عن روابط ثقافية بين شعبين مش منفصلين. يحتل المغرب عندنا احنا المصريين مكانة كبيرة، بنعشق الوقع الموسيقي للغة العربية على ألسنة اخواننا المغاربة. كم الأماكن التي يطلق عليها مغربي او مغربي او مغاربة في مصر هي جزء من تكويننا. هنا القاهرة برواياتها وكتبها وأشعارها وسحر حاراتها تحط الرحال في البيضاء وتضرب للقراء موعدا في أجنحة دور نشرها بمنشورات تستجيب لتطلعاتهم وتغذي كل ميولاتهم الأدبية وتحدث نوعا من التوازن المعرفي لديهم. سعيد بوجودي هنا في المغرب وسعيد بأني اللقاء اللي أنا بشارك فيه هو تاريخ العلاقات الثقافية المصرية المغربية، وهو تاريخ طويل جدا. نجيب محفوظ، طه حسين، وعباس محمود العقاد، أسماء من أرض الكنانة بعثت حية في أجنحة دور النشر المصرية وساهمت بروائعها الخالدة في تأتيت فضاء المعرض وإطراء محتواه الأدبي وإضفاء نوع من الجاذبية عليها. المعرض أضحى موعدا متجددا للجميل والممتع والنافع في عالم الكتب والمعرفة، وأعاد للأذهان زمن القراءة الجميل، زمن كانت فيه مصر تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ والدار البيضاء تجمع كل هؤلاء على امتداد ربع قرن، عمر سطر شهادة ميلاد جديدة، ميلاد معرض بلغ توا نضجه التنظيمي والمعرفي. أنوار الكحل وكمال غنيم، ميديان تي في، الدار البيضاء.